ضاقت السبل أمام أصحاب المؤسسات السياحية في لبنان مع توالي الأزمات التي تضرب القطاع السياحي، فبعد الحرب على سوريا وتفاقم الصعوبات الاقتصادية وغياب السياح العرب والأجانب، جاءت أزمة النفايات لتقضي على أي أمل بانتعاش السياحة. لقد خسرنا المجموعات السياحية العربية والغربية، خسرنا العمود الفقري للسياحة أهل الخليج، خسرنا السياحة البرية والمجموعات الأردنية والإيرانية، خسرنا القسم الأكبر من المغترب اللبناني، خسرنا مواسم اصطياف، حتى الحفلات والأعراس هجرت من لبنان وأصبحت تقام في الخارج. ورغم تباطؤ قطاع السياحة، ما زال العديد من اللبنانيين يشعرون بالتفاؤل بأن بلدهم سيظل دائما وجهة للسائحين. نطلع على المستقبل بطريقة كتير تفاؤلية. طبعا ما في كذب وقلك انه ما تأثرنا جزئيا بشهر ايلول وبشهر تشرين من وراء الحراك ومن وراء بعض الامور اللي عم بيصيروا، بس هن جزء، هن صفحة اذا بدك منطويها ومنستمر ومنطلع لقدام. وفي ظل غياب السياح الاجانب عن لبنان، فإن نمو السياحة الداخلية يسير بوتيرة بطيئة مع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين. قد ما كان الوضع منه منيح، بيبقى لبنان بلد السياحة، بيبقى لبنان أحلى بلد واحد، حتى لو يمكن مضايق شوي بيقدر على القليل بضل عنده محلات يقدر يجي يشوف البحر، يطلع على الجبل، هيدا ميزة لبنان. أكيد منظهر ومنغير جو ومنشم الهواء لموي، وبعدين نحن منحب الدهرة والعيش وبلدنا حلو. ولم تكن الاضطرابات الإقليمية والسياسية وحدها التي أثرت على الاقتصاد وأبعدت السائحين في الصيف الماضي، ففشل الحكومة في الفترة الأخيرة في التعامل مع أزمة النفايات لا يبشر بمستقبل واعد للقطاع السياحي في لبنان.